مساء الخير. جميلة الليلة، جميلة مملكة الجمال وسيدة القصر، لها صولات وجولات بعالم الجمال والافتتان. هي من بعصاها السحرية تأمر الخيال فيصبح جمالا حقيقة وإبداع. ما احتاجت يوما لانتصاراتها الكثيرة سوى تلك الأنامل السحرية ممزوجة بطموح لم يعرف يوما الاستسلام. جميلة الليلة تعدت ألقابها المألوف حتى بات لقبها الأوحد اسمها الذي خططته بحروف من ذهب أخلاقها وماس قلبها. جميلة الليلة سر الجمال والأناقة، سر الكلمة والإبداع، سر أسرار الحياة. جميلة الليلة خبيرة التجميل، مستشارة الصورة والإعلامية ليلى عبيد. يعني الابتسامة سر الجمال، وانت عندك سر أسرار الجمال. ميرسي لك أول شيء إلي على هالمقدمة الحلوة. يعني الإنسان في لحظات بحياته هيك بحس فيها بفرح، كيف ليكون عم يسمع منك هالكلام الحلو. أنا كتير بتشكرك على المقدمة. شكرا. أهلا وسهلا فيك ليلى عبيد بالموعد الأخير لهالموسم، بموعد مع امرأة رح بتكون ختامها مسك وعنبر مع خبيرة التجميل، مستشارة الصورة والإعلامية ليلى عبيد، يلي نورتيني بهالشابو اللي كتير حلو. كنت تقولي لأصحابك انت وصغيرة انه عندك كتير شابويات، 10 شابويات، انت كان عندك شابو واحدة بس. بالواقع كان عندي الشابو تبع الشعنينة يلي كان قطع عليها مرحلة. يعني الشعنينة بمراحل نحن وصغار بيجيبولنا الشابو لحتى هيك نتزين فيها مع الفستان بنهار الشعنينة، قطع مرحلة على الشعنينة وبقيت هالبرنيطة. ومع تطور العمر كنت كتير حب البرنيط، ولكن الأصحاب كان يقتنوا برانيت كتير، وكانت موضة بفترتها بهالسن المبكر يكون في برانيت. بقى شوي هيك مرة كذبة بيضة انه انا عندي كتير برانيت، وانا ما كان عندي غير برنيطة الشعنينة. وهلا يمكن يعني زوجي كان كتير يحب فيي اني انا كان عندي هالشغف للبرانيت. كان كل ما يسافر يجيب لي معه برنيطة، وبعدين صرت انا اروح وسافر وجيب برانيت، لعملت خزينه كتير كبيره من البرانيت. وهي شيء هيك بحسسني مثل كولكشن، مش ضروري يكون عم بلبسه دائما او يكون له مناسبه لحتى تلبس البرنيطة. ما عادت البرنيطة مثل لندن بيكون في مناسبات رسميه بتحط فيها شابو. بلبنان مع الحرب والمراحل اللي مرقنا فيها، تخيل مع الاوضاع تكون انت ماشي مع شابو، والنفسيه كانت ما كانت كثير تسمح، كانت بس كولكشن يعني. وهيك ابتدى مع كتاب لك سيدي، كان بدي حط مع ذكرياتي هالموضوع يلي كان رفقني، اللي هو كان موضوع الشابو. وعطيت لكل مناسبه شابو معينه كان لها دور هيك بذكرى بحياتي. يا ثانك يو، بدي اشكرك رفقنا وكل البرنامج، شكرا لبرجوازية اللي استقبلتونا. شكرا، ميرسي. الجرأة هي يلي صنعت امبراطورية ليلى عبيد. من طفولتك بلشت الجرأة معك لما كحلتي مدام ليلي. الطفلة ليلى عبيد كان عندها الجرأة انه ترسم عيون سيدة. سيدة مجتمع. سيدة مجتمع وجميلة جدا ومتبرجة. ترسم لعيونها بقلم الكحل، وهي كانت بعد ما عندها ابدا خبره والمام بهذا الموضوع. لهلا انت وعم تحكيني بحس فيها، هي شعور داخلي عند الانسان انه يقدر يقرب من شخص ويقول له انه بدي اعبر لك عن قدره اني اقدر اعمل لك اياها. هالعمر الصغير لما الشخص الثاني بيتلقى بنوع من الكومبلمنت انه حب، بغذي فيك هالشعور وبتبلش الفتره تصير وكانها علم. وهيدا الشيء كانت بدايه كثير كبيره بحياتي. كيف هالطفله فكرت انه تعمل هيدا العمل يلي بده خبره، يلي بده المام، يلي بده معرفه؟ صحيح لي، كل شخص بداخله في شيء ما بيعرفه. انا هالشيء لليوم ما بعرفه.
ما بعرف كيف هالناس وثقت بأصابعي اللي كان عمري بالكاد وقت بلشت أشتغل 17 سنة. هالثقة كانت كبيرة، ولكن كان في عندي قدرة نقنع. يعني لما أنت بدك تقنع حدا بتقرب عليه، مثل ما حضرتك سبق وقلت أنك بتقرب بجرأة بقدرة، بيكون في قدرة فيك قوية كبداية، ولما بتحقق هالشي بنتيجة جيدة هون بتكبر الأشياء. ما بعرف كيف، يمكن نعمة من ربي، مثل ما بيقولوا الفن هو خلاق، يمكن بيخلق فيك هالشي هيدا، أو يلي بعدين أنا نميته وغزيته بالعلم والمعرفة، ما كان له ولا علم لبدايته. والصدفة كمان حملت السيدة ذاتها ليلي لعندك على الأتوليه، صح، لحتى تكون عم تستفيد من خدمات أتوليه ليلى عبيد، وكانت مش عارفة إنه هالخبيرة التجميل المعروفة يلي الناس كلها بتحبها وبتحكي فيها هي ذاتها هالبنت الصغيرة يلي حطت لها قلم الكحلة بعينها. قصة مدام ليلي هي قصة بترجعني لطفولتي، وقت كنا نحن من منطقة برمينا، كانوا الأهل يأجروا طابق من البيت بالصيفية لناس سواح أو مصطفين يعني كانوا يسموه، والست ليلي كان يعيطوا لها الست ليلي، ونحن هيك حفظت هالاسم وكانت مثال الجميل لإلي. كنت العب مع اولادها او توقف على المرايه بعد الظهر وتحط ميك اب، والاكثر كان زيحه اي لاينر وحمره حمره، وانا اتفرج عليها. مره ما بعرف كيف هي كانت تحبني كثير، قلت لها بتخليني احط لك انا هيدا الزيح، ما كنت سميه اي لاينر لطفولتي يعني. قالت لي يلا حطي ليلى، حطت لي كرسي وعربشت عليها، وعربشت على الكرسي وحطيت لها الزيح، وصار موعد مع الست ليلي كل يوم الساعة 3 اني احط لها هيدا الزيح. لقطع الفترة وانا تزوجت وصار عندي من كرم ربي من اكبر مراكز التجميل بالعالم العربي، وكأنه لفتى مركز التجميل مش الاسم لأنه ما عاد تعرفني، أنا كنت صغيرة كتير، وقدرت أنها تفوت تعمل تنظيف بشرة بها المعهد يلي بيحمل اسمي، ويلي هي بتعرفني مش باسم عائلتي، أنا الشهرة كانت باسم عائلة زوجي. بقى فاتت وتمددت وعم بحضروها، وإذ أنا جيت لبلش اهتم فيها، أنا وعم بتطلع فيها حسيت اني هالوجه بعرفه. طلعت فيها مره اثنين ثلاثه، قلت لهم بتجيبوا لي الفيش تبع الكليانتال يلي موجوده، قالوا لي مدام ليلي حشيمي. صابني شي شعور ما بعرف اوصفه، وبهاللحظه طلعت فيها هيك وبلشت مع الميوزك اعملها مساج على وجهها، ارتاحت كثير وحسيت هيك انه في شيء كثير بفوق الطبيعه من الشيء اللي عم تشعره بهالمساج. طلعتي انت وين درستي؟ قلت لها والله انا اول دراسه لإلي كانت بسيطه كثير، بس مش قادره اقول لك اياها هلا. قالت لي انا بعرفك شيء؟ قلت لها لا انت ما بتعرفيني، انت بتعرفيني كثير، انت سبب نجاحي، انت البدايه. قالت لي انت مين؟ قلت لها أنا ليلى الصغيرة اللي كانت تطلع على الطبلية وتكحلك بعينيك. وهون يعني من نظرة اللوب يلي خلتني أقشع فيه ليلي، خلتني أقشع الماضي كله، وخلتني أحب الماضي وأكتب عنه وكرسه وأحكي فيه وأكبر فيه، لحتى نقول يعني متصالحة مع ماضيك المتواضع البسيط يلي ما كان فيه هالبهرجة وهالكبر، متصالحة مع الماضي جداً جداً. أنا أسعد شخص أنه عندي ماضي، عندي بداية. الناس كتير بتفتقد يكون عندها ماضي، أحيانا منكون كونتينويتي لأهلنا أو منكون ما جبرنا أن نكون فيه وما بكون في عنا لذة. أنا سعادتي هي السعادة اللي تركها الماضي الحلو، الماضي صناعة
ما يسمى بالأمجاد ببساطة بصبيع. ما كان رأس مالي كبير لما بلشت أشتغل، كان رأس مالي ثقة الناس، هالثقة يلي عطيوني إياها إيدي صبيعي يلي كانوا يقدروا يعملوا معزوفة على الوجوه بدون ما أنا أعرف، وطورت هالشي وأنا طورتها لاحقاً لما حسيت أنه حظيت بهالتقدير من الغير، وكان زوجي له الفضل كمان أنه طورها أكثر وأكثر. قصة ليلى خبيرة تجميل القصور والأمراء بلشت كمان مع ليلى الطفلة اللي كانت تشوف أمها متحط قلم الحمراء. صحيح. بهداك الوقت كان كل التجميل هو مركز بهالقلم الحمراء اللي كمان لونه كان أحمر، كانت السيدة تتبرش فيه. بعدك لهلأ تسترجعي هيدي الصورة، ومن وراء هيدي الصورة صار في إمبراطورية ليلى عبيد التجميلية. إلي أصعب شيء بالحياة أنه واحد يسترجع الماضي وما يتذكر، وأجمل شيء أنك تتذكر التفاصيل. أنا الماضي عندي بتفاصيله ما قدرت أنسى شيء، وما بقدر زيح ولا نقطة أني ما أحكي عنها، وكل نقطة من حياتي بكبر فيها وبحبها، وهي كانت سبب لكل شيء مرقت فيه بالحياة بالمجتمع. الماما كانت عدة الميك اب هالقلم الحمراء، كانت توقف على المراية وبتذكر أنها تمسك القلم الحمراء مش بريشة، تمرق تمرقوا هيك على شفافة وتطبق شفافة على بعضهم وتظهر أنها هي جاهزة للظهرة. ولما كنت نطر جوزي لحتى اظهر انا عم بعمل ميك اب، قول انا ما معقول ماما كانت تحط انا حمرا وتمشي، انا بقعد على المرايه ساعه بدي كحل عيني، بدي احط ماسكارا، بدي احط بلاش. كانت القصه قصه قلم حمرا، وهالشيء هيدا بحسك قد ايه كان اهميته هالقلم الحمرا. يعني كانوا يحطوه، كان له علبه وكان له بوكس، يعني كان بالماضي كان في مرايه بحطوها بالبوشات وعلبه بدخلوا فيها قلم الحمرا. تتعرف قديش كان قلم الحمرا مهم، وشانيل بكتابها حكيت انه عن قلم الحمرا قديه مهم. اون فام سون روج ا ليفر كوم اون فام سون هوم، يعني قديه مهم انه كانه رفيقه الرجل بحياتها المراه زد شيء قلم الحمرا، وعزز فيه اهميته ولكن ما اثر فيه اللون. انا ولا مره كان عندي جرأة اني احط حمرا. أنا بميل للألوان الترابية، للألوان يلي نيود كولورز، للألوان يلي هي بسيطة وترانسبيرنت، وبقيت حتى بمكياجي يعني قليل عندي جرأة أني أحط حمرا إلا إذا طلب مني بإصرار. كان لازم أطلب. طفولتك ما كانت هالطفولة السهلة، ما كانت هالطفولة يلي فيها كل شيء بتتمنيه، يمكن دائما والدك كان دائما يتعب ويجهد انه يأمن لكم العلم يلي كان يعتبره اهم شيء، وكمان كنتوا طلاب مدرسه مهمه، كان يتعب ليأمن قصه المدرسه. كان عندك لعبه واحده. انا اللعبه اللي كانت عندي، كنت عندي لزه انها كانت من قماش من جسمها، وراسها كان عنده شعر حلو كثير. هالجسم القماش خليني انه خيط لها كثير تياب، وحببني انه بمرحله ثانيه اني خيط لنفسي التياب يلي كنت حب البسها ويلي ما كان في قدره كثير وقتها اني انا اشتريها. بقى كنت خيطها، وبالبدايه كنت خيطها بايدي، كانت درزه تقيل، لبعدين صار في متوفر بين ايدي مكنه الخياطه. وهاللعبه اللي كنت خيط لها تياب، بدل لها تيابها وهيك، وحس انه عزيزه ونيمه حدي، وحس انها رفيقتي، واذا زعلانه ابكي وحطيتها حدي قوم شوفها مليانه مي دموعها، ولما افرح احس هيك انه بحطها على تختي لما بسويه، حط التكيات وحطها هي على التخت. لما تعشق حلمك بتوصل، هيك بتقول ليلى عبيد. صحيح. وانت عشقك لحلمك ولطموحك وصلك لتكوني احدى، تما نقول الاهم، احدى اهم خبيرات التجميل باللبنان والعالم العربي،
وأنت تسيرين على خطى العالمية. كنت أشتغل بفرح بمحبة، وهل هالشعور يلي بيكون موجود يلي هو الإنسان بيكون عنده هالدوة هالنعمة عند ربنا بيصير عطيك إياها، بيصير تغذيها بأدواتك البسيطة وتقدير الناس لإلك. هلا أمل إنه عن جد نعرف نوصل لأنه نعشق حلمنا بالطريقة اللي أنت عشقتي فيه وقدرت توصلي وتكوني عالمة فارقة بعالم التجميل بلبنان والعالم العربي، ونحن عن جد نفتخر فيك ليلى عبيد. رح نتوقف للحظات مع الإعلان لنكفي القسم الثاني من حلقتنا اليوم وموعدنا مع خبيرة التجميل ومستشارة التجميل ليلى عبيد. خليكم معنا. تشيرز. عودي لكم مشاهدينا مع نوعد الساحر مع جميلة مملكة الجمال وسيدة القصر، قصر الجمال والكلمة والأناقة والحضور ليلى عبيد. أهلا وسهلا فيك من جديد. سميتي خبيرة تجميل القصور والنواب والأمراء. صدفة. أحياناً القدر بيساعدك والقدر بحط بوجهك أمور بتكون يمكن أنت ولا مرة حسبت الحساب. قصة الملوك هي أنا دايماً بعيدة وبقول هي قصة منقراها ببعض القصص، منقول إنه كان في قصر وكان في عيش فيه ملك وملكة، وكنا نفكر يعني الملك والملكة يعني بيقعد على عرش وبيعطي أوامر. بالحياة الصدف وضعت قدامي أشخاص وثقوا بالشغل يلي عملته، وممزوجة الصدفة بخبرة كانت نميت كتير، وفن صار يعطي إبداع تحس فيه. يعني أنا كنت عم حس بنفسي، صرت إنه أنا عم بعطي عمل متقن وفيه إبداع. لا ثقبت الصدف، وكان في فرح كبير بده يصير بالمملكة العربية السعودية. انعطى اسمي انه انا رح اكون عندي هالقدرة اني اقوم بهالعمل بهالفرح. سيدة القصر على لبنان تتعرف علي، وقابلتها ببيتنا. ما كان بعد في سانتر عبيد، كنت بعدني عم بشتغل بقوت العود، وبعدني ما بنسى لما انقطعت الكهرباء وموجودة هالسيدة العزيزة الكريمة المتميزة موجودة، انقطعت الكهرباء وما في موتور لحتى دوره وقدر كمل شغلي، وما حسيت ببانيك أبدا. قلت لها ما بتعرفي قديش شي حلو انه هون لما بتنقطع الكهرباء نحنا بنستعمل الشموع وهيدا شغلة كتير هيك مريحة. أخدتني عبطتني وحبت كتير، وكان نوع من الشعور إنه هيك تميزج البيس السليم، الثقة بالزيت مع السليم الداخلي. وكانت البداية. شو اللي بيعطي الإنسان القدرة على إنه يقدر يسيطر على كل المواقف يلي بتصير معه بالحياة؟ في مواقف كنت مجبورة أقبل بالأمر الواقع يلي هي فقدان زوجي، فقدان بنتي، هيدا ما في سيطرة. شو القدرة على التحمل والسيطرة على كل هالأمور؟ يمكن أنا لليوم ما بسميها قدرة أو سيطرة، أنا بقول إنه في إيمان خلينا نقبل بأمر واقع أحياناً ونصير بخطى تانية من دون ما يكون إنه نحنا تخطيناها. ما منكون تخطيناها، في خطة. يعني أنت بتقول أنا بدي روح على بيروت، تاخد طريق معين على بيروت، ولكن في طريق تاني بتاخدك على بيروت وطريق تاني بتاخدك على ضواحي بيروت. أنا من الناس يلي اشتغلت على الضواحي، ما اشتغلت غير الطريق يلي تسكرت بوجهي.
اشتغلت على الضواحي لحتى أنا أقول إنه هالشعور يلي بداخلي بعده موجود. أنا ما بدي موت الذكرى إني أنا موت، أنا بدي أعيش ذكرى بنتي، أعيش ذكرى زوجي إني أنا أكون موجودة، ولكن مش بقوة، بضعف. وهالضعف لما بيكون الشخص عم يشتغل مع الوقت بيرجع بيعمل قوة. أبشع شيء الإنسان يحكي عن نفسه إنه ضعيف، أو يعطي ألقاب مش لإله، يعطي ألقاب ما بتليق بموقعه. لازم الإنسان يعطي لقب القوة يلي فيها متانة، فيها نوع من الإصرار على أنه نحن لا نهزم. الهزيمة صعبة كتير، أو والصعود بيجي وحده. الصعود منلاحظه لما نكون نحن وصلنا بإتقان عمل، بنجاح، بتواصل العمل، منشوف حالنا عم نطلع. أما الهبوط ما بيكون قرار منا، بيكون قرار أحياناً حكم غير قابل للاستئناف بيعمل لك هالهبوط. مش دايماً هو حكم عند بعض الأشخاص، بيكون يمكن إهمال لعملهم، لاهتمامهم بتطوير عمله. أما أنا كان قدر يعني، وهالشي هيدا خليني أرفضه لهالتاريخ اللي كان متعب بحياتي، لهالتراجيدي الطويل يلي قطعته يلي كنت حبه. لأنه أنا كتير بحب المرحلة يلي كنت أمشي فيها من البيت على المدرسة، كنت حس وكأنه إجريك عم يخدوك لتروح لتتعلم لتوصل يلي بدك إياه. وتعودت أنه أخد إجري لوين بدي أوصل. بس الموت هو شيء بكرسح الإجرين، ما بيعودوا الإجرين يمشوا، وهون بيصير بدك مساعد، وهالمساعد هو الله. يعني حكي أكثر عن الموت وعن هالتجربة يلي من خلالها أثبتت لحالك وللكل إنك امرأة حديدية قوية وقادرة على تخطي كل الصعوبات وكل المشاكل. بدي أحكي شوي عن ليلى عبيد الإنسانة. هل تشبه ليلى عبيد مستشارة التجميل المنمقة الأنيقة الجميلة يلي دايما جاهزة بهالصورة الحلوة يلي فيها صورة الإمرأة الأكثر جمالا والأكثر أناقة بالعالم؟ بيشبهوا بعضهم الإنساني وخبيرة التجميل؟ لدرجة، لأنه كل شخص بحب يكون أحلى بمريته، بمرية الغير، بتيبه، بالإشياء البسيطة اللي بيعملها. ولما بيعمل بشغله أي فن، هو وكأنه بحول داخله وروحه للإشياء اللي بيعملها. أنا برسم الوجوه بطريقة بسيطة، بطريقة حلوة، بألوان أنا بحبها، بألوان ترابية، بألوان خريفية. الخريف حزين، والتراب هو سامبل، هو بساطة. ألوان الشمس هي دفء بيجي من كرم ربنا. أنا ما كتير على الألوان الباردة، مع أني بحب الشتاء كتير. كل شيء بالطبيعة بيعطيك أصوات وبيعطيك ألوان أنا بحبه كتير. كل هالشي هو أنا، وهو امتداد لشخص ليلى، إن كان بشغلة ولا كان بموقع الشخص بالمجتمع. بيتعب الإنسان لما يكون هو هو ببيته، بغرفته، قدام مرايته، مع العالم، بالمجتمع، مع أقرب الناس له، مع ذاته. بيتعب لما يكون هو واحد بكل هالمراحل؟ بيرتاح، لأنه ما بيضطر يلبس شخصيات مش لإله. الشخص إنه يحول نفسه ليكون اصطناعي لحتى يكون إنه يشبه اللي بيعجب الغير، شغل كتير صعب. هالدور كتير قصير ورح ينتهي. أما تعيش دور نفسك بيكون مدى طويل، وبيعزز فيك هالشخصية كاركتر. نحن دايما بالميك اب بنفتش نعمل كاركتر، نعطي ستايل. بتشوف ستيل بريجيت باردو، ستيل غريس كيلي، ريتا هيورز، كان عندهم تمشيطة واحدة، ستايل واحد، طريقة لبس واحدة، ليدي ديانا. كل شخص منهم كان عنده كاركتر، وهيك الإنسان إذا بيعرف يلبس كاركتره هالشي بيساعد بالغير. والكاركتر بالشغل بقول تاتش إيف سان لوران، تاتش ديار، تاتش شانيل. زيد الشيء الأشخاص إذا عندهم توش
شخصيتهم هون بيكبر أكتر، مش يكون عم ياخد توش من كل الأشخاص يلي حواليه. أنت الأعلى أجراً بالعالم العربي. صحيح. ليه؟ شو بتعطي شيء غير عن غيرك؟ ما بعرف. شو بتتميز ليلى عبيد؟ طبعا نقول قد ايه الأجر؟ قلنا الأعلى أجراً. يمكن هذا الجواب اللي حيكون الأصعب بكل هالمقابلة. لأنه الإنسان يحكي عن نفسه شوي أصعب إنه يقيم نفسه. أنا وصلت لمطرح حسيت في أتراكشن كتير كبير من فئة بالمجتمع عم تقيم ليلى وعم تميل إنه تمجد هيك هالشي بنفسها، يعني تقول شو حلو واو. صرت شوي شوي ابتديت أعلي الأجر، وبعدين لما الأشخاص صاروا هني لما أقول أجر معين يقولوا لا نحن ما بنرضى، لازم يكون الأجر أعلى. مثل أي شخص بيقدر يعلي أجره عم بحكي بهيدا الدومين؟ لا 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 صعبة. يعني لما بتوصل لبراندينج بتقول إنه هالفستان وهيدا فستان، ليش هيدا حقه 1000 وهيدا حقه 100؟ لأنه البراندينج بيكون أخذ وقت لصار براندد. أنا قطعت مرحلة 38 سنة بعالم التجميل، بفتكر هيدا عمل براندينج قبل ما يعملوا فرانشايزينج ليلى عبيد، عمل هالبراندينج حسيت وكأنه مع الوقت هو تمن نفسه وخليني ارتاح مع ذاتي اني احقق ماديا بدون ما اعرف حلم انه يصير عندي مقتنيات اللي انا بريدها، وبذات الوقت نظرة الاشخاص باعجاب بتخليك تعلي شوي. وكانوا وقتها قليل يا إيلي، كانوا ما كان في عدد كتير كبير عم بيمارس المهنة بدقية بنوع من الحب والشغف القوي والعطاء. العطاء أنا ما كان عندي حساب ولا حدود للعطاء بعملي. أنا على يقين أنه السيدة لما تطلع من عندك غير أنه بتاخد معها جمال مدوبل إذا فينا نقول، تاخد معها السلام الداخلي يلي ليلى عبيد وحدة بتقدر تعطيه لكل زبائنها. كرمال هيك بحق لك تعلي أجرك أكتر وأكتر وأكتر، لأنه صعب نقدر نوصل لسلام الداخلي، صعب حدا يقدر يعطي هالسلام وهالراحة يلي أنا عندي إياها هلأ بحضورك. أنا بدي أشكرك إلي، لأنه بالواقع السلام الداخلي هو شيء بيعيش فيك وما بيتركك مهما تغيرت الحياة ومهما الظروف ومهما قسيت عليك الحياة. السلام الداخلي هو شيء أنت بتعيشه لأنك ما بتشتغل عليه، بتخلق فيه. غير أنك سيدة قصر الجمال، أنت سيدة الكلمة والحروف. عندك كتابات رائعة، عندك كلمة بتقدري هيك تلعبي فيها على مزاجك وعلى طريقتك ليطلع من وراها نصوص كتابات وكتب رائعين. يعني تسنى كان لي الفرصة اني اقرأ لك سيدي لك سيدتي، هالكتاب يلي رح ينزل اذا الله راد قريبا. رائع، كتابات رائعة بتحكي فيها عنك، عن زوجك، عن اولادك، عن بيتك، عن حياتك، عن وجعك بالحياة. كيف صرت سيدة الكلمة؟ الكلمة بدك تكتبها على ورق، والورق لإلي كنت أقص ورقة لما أحس بدي أكتب، ما كنت حدي في دفتر وعم فكر إني بدي أكتب، كنت لقي أي قصقصة ورقة مغلف قفى علبة حس بدي أكتب، فتش شو في شي حدي قبل ما تروح الفكرة. هيك بلشت، كان لازم يكون في قلم ولقي أي شيء أكتب عليه. بتذكر مرة كتبت على اللحاف، ما كنت لقي ورقة وحسيت أنه بدي أكتب، وكنت وقتها عم بكتب عن الموت. بتذكر شو قلت عن الموت؟ بالتحديد الكلمة يلي كانت كتير
صعبة وقتها يلي كنت بدي أقول فيها إنه هو المنتصر الأكبر ويأتي مبتسما ويختار من نحب ويقول لنا أن موتوا وموتوا وموتوا، وهذا حكم غير قابل للاستئناف. هيدا الشيء حسيت فيه بلحظتها. عاديت الموت؟ مش عاديته، اتصاحبت معه، صرت روح عليه، زور المقبرة تبع زوجي. الموت سلبك أغلى شخصين بحياتك؟ أغلى شخصين وتجربة ما بعرفها. أنا ما كنت أعرف الفراق، كان عندي لقاء يلي هو الساعة 2:30 بيوصل زوجي من البنك، هو مدير بنك، وأنا بستقبله وحتى المريول، وكان دايماً يقول لي أنه شيلي هالمريول وتعالى نفرح، تعالى نركض، تعالى نظهر. يعني كان مريول المطبخ شيء حلو كتير يعني، وكنت كان عندي لسه أنه أنا ربطي بونيتيل وعم بطبخ وعم بعمل لأستقبل الزوج والولاد من المدرسة. هيدا تابلو، في تابلو أنا عندي بالسالون اسمه لسيربانت. السيربانت هو شغلة كتير كبيرة، نحن منخاف من هالكلمة، إنك تخدم بيتك، تخدم الزوج، إنك تخدم العائلة، ولاحقاً تخدم مجتمعك وتخدم الجمال. هذه رسالة يمكن ما بتعرفها، بتشوف بعض أشخاص بيقولوا أنا عندي رسالة غني. شو رسالة بس إنك تغني؟ الرسالة هي إنك تحس إنك بدك توصل كلمة، مثل بعض الأغاني، مثل أنا مثلاً راغب لما بغني بحس إنه في كلام يمكن كتب لهالأشخاص تيوصل كلمة إحساس. هيك بتصير الأشياء، بتصير أنت تحس بأشياء بتوصل لك. رح نتوقف للحظات مع الاستراحة الأخيرة بحلقتنا لليوم لنرجع ونختم هالموعد الأخير بهذا الموسم مع جميلة مملكة الجمال وسيدة القصر ليلى عبيد. استراحة بسيطة ونرجع. بعمر 16 سنة تعرفتي على رجل حياتك وتزوجتي. بتقولي انه الزواج خليك تشوفي جمالك، تقشعي قد ايه انت سيدة جميلة، عندك الكثير من الانوثة، الكثير من الجمال. هذا الشيء اللي الزواج خليك تشوفيه. دور الرجل كثير مهم بتقدير الجمال او بخلق الجمال. في بعض الاشخاص ما بيكون عندهم جمال، ولكن نظرة الرجل وتقديره لهالشخص أو لهالسيدة بحسسها إنها هي الأجمل. أنا كان يعني صدفة إنه زوجي كان أكبر سناً، وكان يشوف فيي صورة المرأة الجميلة يلي هو بيتمنيها تكون زوجته. وكان دايماً لما يكون عم يبتدي نهاره بيحلق على المراية، بس كون عم صبحه ولا أحكي كان دايما يعطيني كلام يعزز فيه صورة المرأة الجميلة، أو وهيدا بيلعب فيه دور الرجل. قد مهم هيدا الشيء بدور الرجل، خاصة بهالمطرح بالعلاقة، علاقة الرجل والمرأة بتعزيز